عندي كيكه القهوه. خلينا نبدا بالمقادير بعد كده اقول لكم النصايح اللي هتخلينا ننجح الكيك ويطلع معانا مظبوط. عندي كوبايتين من الدقيق وكوبايه ونص من السكر، نص كوبايه من الزيت، ويفضل يكون زيت ذره، 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه يعني يكونوا بره الثلاجه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره من البن، ومعلقه صغيره فانيليا، ونص كوبايه ميه دافيه، وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام او ربع كوبايه من الكاكاو الخام على حسب ما العيار بتاعك. طيب احنا عايزين نعمل تسقيه للكيك يكون مظبوط قوي، عايز كوبايه ونص من الحليب، معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، ممكن معلقه ونص، معلقتين على حسب حبك او يعني بتحبي القهوه وطعمها وتركيزها قد ايه عالي، خليها من معلقه لمعلقتين لو حابه ده، معلقتين كبار من السكر، وممكن نقدم او نزين بكريم شانتيه لو حابين، ولو حابين نخليها على الفطار بس او في وقت بالليل كده يعني في السهره الجميله بالليل، فنستكفي يعني بالتسقيه. خلينا اول حاجه دايما بنبدا بيها وهي البيض، هنزل بالبيض كده فين في البوله بتاعتي، والبيض هنا على الكيك بيحتاج انه يتضرب من 3 ل 4 دقائق بحد اقصى، ما يكونش اكتر من كده عشان تطلع الكيكه بتاعتي هشه مظبوطه. بيض عليه سكر وعليه زيت، ما عندناش عجان نضرب في العجان، عندك خلاط، ما عندكيش خلاط عندك مضرب كهرباء، ما عندكيش مضرب السلك، بس يعني لو الخلاط هيدينا 4 دقايق فباللي على ايدينا الضعف، ولو العجان هيدينا اسرع بسرعه عاليه فنخلي الوقت قليل قوي بحيث ان الكيك ما يعديش من 6 ل 7 دقايق ضرب في كل حالاته على السريع والهادي عشان الهشاشه بتاعه الكيكه تطلع مظبوطه. حطينا دول على بعض، عندي البيض هيضيع لي الفانيليا، هتضيع لي زفرته، فاحط رشه الفانيليا على البيض وابتدي اضرب الاول لحد ما السكر بتاعي يدوب. بعد كده هنروح على الخطوة الثانية، وأنا عندي بيكنج باودر وعندي دقيق، فلازم أحط البيكنج باودر على الدقيق وأقلبه. طب ليه بنعمل كده؟ عشان الكيكة ساعات بتطلع معانا كده إيه، بتبقى راكنة على جنب، فده بسبب إن البيكنج باودر ما توزعش الدقيق كويس، فلازم تخلي بالك إن تحطي البيكنج باودر على الدقيق وتقلبيه كده عشان الصينية تطلع مظبوطة، ما تبقاش عالية من جنب وجنب لأ، مع إن هي تطلع مظبوطة بس مش مظبوطة تقولي بقى الفرن مايل، لأ الفرن مش مايل ولا الاستاند ولا حاجه، لو البيكنج باودر مش متوزع كويس هيحصل نفس المشكله. بعد كده عندي كاكاو، هنزل بيه الكاكاو عليه، خلينا نحط هنا دول وبعد كده نقلب كله على بعض. عندي بن وقهوه سريعه الذوبان اهو، طبعا الميه دافيه في الاخر ما تقلقيش انا مش ناسي اهو، حطيت دول، انا كنت عايز بس ادوب دول فمش عايز اوسخ لهم بقى بولات كتير وبتاع، ماشي مفيش مشكله، فهنحط دول هنا وبعد كده بسرعة هادية قوي هنقلب. بعد ما اخلص كل الكلام ده هحط بقى المية الدافية. ابتديت الاقي ان القوام بتاعي ابتدى يتقل قوي على المضرب، فعشان ما تقلش قوي هقوم بقى جايب نص كوبايه ميه دافيه مش سخنه. خلي بالك قوي من موضوع الدافي والسخن ده، لان لو الميه سخنه هتبوظ لي البيكنج باودر، هتحرق البيكنج باودر زي الخميره كده. لو انا عجنت عجينه وحطيت عليها ميه سخنه والخميره كويسه هتبوظ، فاهم؟ ميه سخنه من الكتل عليها ميه دافيه تقريبا كده نص كوبايه او نص المج، واقوم حاططهم على الكيك بتاعي. طبعا انت عايده، انا ببقى تقريبا عارف العيار بتاعي قد ايه، واقلب كده
عشان كده بقول لكم سرعه هاديه عشان ما نبهدلش الدنيا. مهم قوي بقى ان انا ايه اخد الحاجات اللي في الجناب والف كده عشان ما يبقاش اي تكتلات موجوده مني في اي مكان. خليك تبقى ايه لو في سكر تحت ولا حاجه. طيب بنعمل كل الكلام الجميل ده وبلاقي ان انا لو حطيت دقيق على القالب بتاعي بتاع الكيك ودخلت الفرن وسويته بتبقى المشكله عندي يا طلعت اتفكت بس بيكون الكيكه لونها بالشوكولاته او بالقهوه بس لونها ابيض من بره، فاعمل ايه؟ احط زبده او سمنه وارش عليها كاكاو. بعد كده هقوم واخد الخليط بتاعي على الصينيه بسم الله وابتدي اوزع الخليط بتاعي في كل الجناب كده واجيب بقى ايه الاسباتيول وابتدي انزل كل ده واوزع. طيب ساعات بلاقي ان الكيك عملته كده بس في فراغات من جوه كده هوا واخد هوا من جوه، اطلعه ازاي؟ هقول لحضرتك حالا بعد ما انزل كده كل الكميه. محبش اسيب انا الشويه دول، وساعات كده ربنا بيكرمنا بناس واحنا بنعمل الكيك في البيت انا بحب الكيكه نيه ويقعدوا ياكلوا، ف بسيب لهم شويه كده صغيرين بس مش كتير يعني عشان ايه الكيكه في الاخر بعد ما استوت تبقى اجمل فمش عايزين نضيع ده. بقوم واخد القالب عشان اطلع الهواء بقى اللي جواه خطتين كده لو احنا شايفينها مصطفى، بص جيمي بقى سامع يعني ساعدني، الحتت الهواء اللي طلعت دي هي الخطتين دول طلعوا لي الهواء اللي جوه فلما اجي اسوي الكيكه بتاعتي تطلع ما فيهاش فراغات، ما اجيش اقطع بالسكينه الاقي حته فاضيه وحته مليئه. دخلنا الكيكه بتاعتنا الفرن، عايزين نعمل التسقيه اللي هنسقيها بيها بعد ما الكيكه بتاعتنا استوت. هنفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم وناخد الكيك. ادي كده الشكل بعد ما استوت الكيكه بتاعت القهوه. محتاج بقى اطريها وهعمل ده ازاي؟ احنا عندنا لبن وسكر والقهوه سريعه الذوبان، محتاج ان انا ادفي اللبن بس ما سخنوش قوي عشان ما يبوظليش الكيك بتاعي. فهاخد كوبايه من الحليب واقوم نازل بيها هنا كده او على حسب الكميه اللي انا محتاجها كلها على حجم المقاس الكيكه لو كبير قوي يعني، وبقوم حاطط عليها معلقه او اتنين من السكر وطبعا طعم القهوه عشان ما يضيعليش طعم الكيك بتاعي، واقلب بسم الله. هنا بحتاج اللبن يكون دافي بس، وممكن اقدمها بعد ما اعمل كده احط معاها بقى كريم شانتيه لو انا حابب. هجيب بقى ستاند واخد الكيك عليه، طبعا يفضل ان انا اسقي ده هنا بس انا هسقي ساقيه بسيطه كده على الكيك بتاعي بسم الله. ناخد دي وادي كده كيكة القهوة بتاعتي، بتكون قوامها برضو مش ناشف قوي. الصوص بقى اللي انا عامله ده اللبن على القهوة، طبعا لو في حد بيحب الحاجة مسكرة قوي ممكن يحط كراميل هنا يحط اي طعم مفيش اي مشكلة خالص. دفيت انا اللبن، هبتدي واحدة واحدة بقى كده ايه اسقي الكيك بتاعي. طبعا انا المفروض ان انا اسقي ده في القالب بس يعني هي الفكرة كلها ان انا عايز اوصل لكم ان لو انا عايز اطري الكيك زي الجاتو شاتو كده فانا بعمل كده. بعد كده اشيل بقى انا شوية اللبن ده دول زيادة او الصوص واجيب بقى سكينة واقطع الكيكه بتاعتنا دي اللي عاملين كيكه القهوه. كيكه القهوه صدقيني اللي في البيت عندك بيحب القهوه يلاقي بسكوت وكيك، او يعني الصبح يجي يشرب كوبايه القهوه او اخر يوم يلاقي بسكوته او حته كيك بطعم القهوه كده هيتبسط جدا يعني. قطع بقى عشان الكيكه برضو الكاكاو ما بيدينيش الشكل الجميل او شكل الجمالي بتاعها من بره لما اجي اقدمه كده، لازم اقطع عشان اشوف شكل الكيك. بصوا بقى كده اعمل ده كده قطع ونبتدي نرص الكيك. اعتقد ان دي جنب فنجان قهوه او من غير فنجان هي بس كده تعدل المزاج والله. انا بس يمكن بحب القهوه زياده عن اللزوم ففرحان بيها قوي، بس اعتقد ان مش انا بس يعني ده في
فئة كبيرة قوي عريضة في المجتمع من كل الناس بتحب تشرب القهوة. أنا ممكن آخد القطعة دي أقطع عليها أحسن عشان يعني دي ما ينفعش تتفرفت والله.